بص يا سالي، مفيش حاجة اسمها صوته حلو، في حاجة اسمها ودن موسيقية. طب ما انا يا عم ودني موسيقية وصوتي مش ايوه. حلو، طب ما ايه اكتشفني. عارف لو انا ودني نكتشفك. موسيقية، انا احب الاغاني. الودن الموسيقية يعني شامل بقى، موهوب. تعرف المزيكا الحلوة من المزيكا اللي مش لما حلوة، عندك تعرف تمشي مع زي البيت. حميد الشعري، ربنا خلقه كده برضه، موزع بيلحن، عنده الملكات، بيعرف يغني، بيأدي حلو. لا يعني فهمتي؟ فهمت. يعني انا احمد صوته حلو، عنده نغم لسه صغير قوي بس. ومنى برضه طب لو بتسمع. منى قالت لك عايزه اغني يا بابا، لا هي مش هو مش بالطريقه اللي بتتكلمي بيها دي، يعني عايزه عشان انا مغنيه شبه مغنيه. معصية عارفه ان انت هترفض، فانا هاجي اقول لك بابا انا عايزه ابقى مغنيه وتحط ايدها في وسطها. هنشوف ساعتها بقى، لسه هنشوف. مين واخد قلبك اكتر؟ ما ينفعش. ها يا عايزه لا، اعلم الاثنين الاثنين، زي بعض مين الحمد لله. بيريحك اكتر؟ دايما في طفل كده يريح، ده بيريحني. الاثنين زي العسل. الله شفتي العظيم زي انت. العسل دي. انت طب مين نفسك اقرب لك؟ الاثنين. الاثنين. طب مين اقرب لانجي؟ كلنا لا كلنا. ايه، ما كلنا لازم يبقى قريبين. في مثلا الواد ده بيريحني، الواد ده طالع لي، مين اقول لك شبهك ايه، اكتر؟ انت فاجئتيني بالحديث كده، بس مش مشكله. شفت؟ مين شبهك اكتر حلو، يا بس عدوي؟ انا معاكي، ده اسمعك انا تلاقيش موافقه. مين مين؟ شبهي. التلاتة شبهي. التلاته، حتى انجي بنوتك. بنوتي طبعا، والله انك جميل. الحمد لله رب العالمين. احنا عيله متكاتفه، يعني الحمد لله. نزعل مع بعض، نفرح مع بعض، يزعلوا عشاني، يتضايقوا. يعني كنا متضايقين قوي، اقول لك عليه كانوا متضايقين. ليه؟ مش قول لي هقول قول لي. لك. لا قول لا لي على ايه. لا 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 لا، مش هقول لك. والله طب بلاش. بس بسطتهم طب خلاص. الله، خلاص بقى باش، طب لو جيت عرفت قدام، بشخصيتي انا اظبطه. برافو.